عليكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا تعالوا بقى النهارده كده، النهارده هوريكم شويه حاجات موجوده اكيد اكيد موجوده في كل بيت وفي كل مطبخ، بس انا حابه اديكم كده نبذه عنها اذا كانت هي حلوه نستعملها ونجيبها، ولو في عروسه تتفرج عليا لاول مره تشوف الحاجات دي قبل ما تشتري نجيبها ولا ما نجيبهاش. نبدا طب ماشي، انا هبدا بدي. ماشي استنى هوريكم حاجه قبل ما نبدا بدي. انا كان عندي المبشره دي كمان كده، دي القديمه الموديل القديم، ما عندي بقالها كتير قوي، بقالها اكتر من 20 سنه. فماشي انا كنت هرميها، فالفيديو اللي قبل ده لما تشوفوه انا كنت عامله بها صابون، فانا مش هرميها خلاص، انا هعمل بها صابون. بص هو مصطفى مش هيسكت، فاحنا نجيبه. اسكتوا انتوا، نجيب مصطفى كده جنبنا عشان هو مش هيسكت. فدي انا بالنسبه لي دي حلوه، دي بالنسبه لي مش عمليه، هي فيها 1 2 3 بس ومش عمليه. دي كده فيها 2 4 5، لا 2، فيها 6 وشوش زي ما انتم شايفين كده. دي ولادي كانوا جايبينها لي، قلت لهم في مره هاتوا لي مبشره بدل ما يجيبوا لي اختي دي جابوا لي دي. فانا لا الصراحه دي انا مش حباها، مش عمليه معايا وما انصحش اي حد يجيبها. فدي جميله، ان شاء الله لما هنزل اجيب واحده واجيب اللي احسن منها كمان، في طالع منها احسن منها بكتير نفس الستايل ده بس ابقى احسن وتبقى كده. فانا ما انصحش اي حد الصراحه يجيب دي خالص بصراحه، يعني بالنسبه لي انا واستعمالي لا ما انصحش اي حد يجيبها. بصوا معانا هنا الميزان دوت، بس يا بابا معانا الميزان ده طبعا، معلش بقى انا لسه ما غسلتهوش عشان انا كنت شغاله عليه الايام اللي فاتت دي كتير، لسه ما غسلتوش بس قلت اوريه لكم بقى. بص احنا نجيب الحاجه كلها كده عند مصطفى واكلمكم على حاجه حاجه عشان مصطفى مش هيسكت. الميزان ده جميل قوي، انا كنت جايباه من زمان ب 110، انا مش عارفه دلوقتي عامل كام، كنت جايباه من العتبه وانا بجهز بيوتي، جبت لها واحد فجبت لي واحد. تمام، انصح اي حد بقى باننا يجيبه، هو لحد 10 كيلو، انصح اي حد يجيبه، جميل جميل واستعمله حلو قوي ومش هنقدر نستغنى عنه. نيجي بقى للساتور دوت، فهو عملي ده ساتور طبعا مشرشر زي ما انتم شايفينه كده. بص انا هوريكم كده بس ايه، طبعا هوريكم بس حاجه واحده، هوريكم هو بيقطع ازاي، اكيد كلنا عارفينه. بصوا كده، بصوا بيقطع الحاجه بيبقى بالشكل ده، وانا اصلا عملت بيه فيديو قبل كده. بصوا الشكل اهو، جميل استعماله حلو قوي، بيقطع تقطعه بقى بالبطاطس، تقطعه بالمخلل، يعني انا عملت مخلل الجزر، تقطعه بقى البطاطس بجد بونو بونو بونو، يعني نجيبه تحفه. عندي المضرب ده بقى الصراحه انا يعني استعملت منه حاجات كتير، استنى خليكم معايا كده. بصوا ده انا لسه جايباه ب 15 جنيه في الايام اللي احنا فيها دي، لسه جايباه حالا. ماشي بصوا ضمك القدام اللي عندي هنا الجديد منه محمل، السلوك دي كلها ممسوكه هنا بسلك، هنا كان لا، هنا ديك فيها كانت بتلم العجين ولا حاجه كنتش بعرف انضفها، يعني هي كده انا منضفاها على قد ما اقدر، كانت بتلم مش حلوين خالص. بصوا دي عامله ازاي وشكله عامل ازاي ده من ده، فانا انصحكم اللي يلاقي ده في اي حته يشتريه، ده حلو واستعمله حلو. تمام كده نخلي دول بقى هنا كده على جنب. هنا نيجي بقى للمدق بتاع البفتيك، ده جميل بردك استعمله حلو وما نقدرش نستغنى عنه في البيت ابدا. ماشي كل ده انا الحاجات دي كلها انا بستعملها، انا ما بطلعش بحاجه لما اقول استعملتها حلوه مش حلوه بدي عنها الريفيو بتاعها عشان محدش يدعي عليا بعد كده. المكنس بتاع البرجر الفيديوهات القديمه اللي انا عاملاها بس مش على القناه دي، على القناه الثانيه اللي هي مطبخ نجلاء الحويط، هتلاقوني عامله بها برجر فراخ وبطاطس ولحمه جميله قوي، ومصوره كمان في نفس الفيديو الحاجه اللي انا عملتها ساعتها، يعني كنت بعمل ومش تفريزات بس تفريزات، وفي نفس الوقت عملنا العشاء بتاعنا كان جميل واستعمله حلو قوي. نيجي هنا بقى قطعت البيتزا بردك ما كانتش عندي، بص لقيت قطعت البيتزا فهي حلوه، الاول انا كنت بقطع البيتزا او اي معجنات بالسكينه ما كانتش بتطلع معايا مظبوطه زي قطعت البيتزا، قطعت البيتزا هتطلع معايا المعجنات حلوه قوي. تمام كده معايا القطاعات دي، دي بقى ممكن نقطع بيها بردك معجنات، نقطع بيها نشكل بيها بالصغير دوت كده اشكال كحك مثلا، دي نقطع بيها معجنات. انا عملت بردك بيها قبل كده فيديو، كان اول فيديو ليا اعمله على القناه بالحاجات دي، عملت بسكويت اللي هو شبه الكوكيز كده، وكنت مش عايزه اعمله الشكل التقليدي اللي هو المدور، شكرا يا مصطفى، التقليدي اللي هو المدور، فعملت بالحاجات دي وطلعت بردك معايا جميله. اقعد بقى طلعت معايا جميله. نيجي بقى للكوبايات المعياريه ديت،
بصوا جميلة، انصح اي حد برضك يستخدمها اهي معانا من اول كوباية. استنى مكتوب فين اهي، مكتوب هنا كده من اول كوب اهو كده مكتوب عليها من هنا كده كل حاجة. وده نص كوب، ربع كوباية بس، لا ده تلات ارباع كوب، وده نص كوب، وده ربع، ودي معلقة. تمام كده. بص مصطفى مش مخلينا مركزين في حاجة. بصوا بقى الحاجات دي بنلف عليها كده وبنعمل الكنافة. ان شاء الله بجربها لكم في مرة كده، ما عملتش انا بيها على القناة وصورت، بس عملت مع نفسي بردك حلوة. قراطيس، قراطيس بتتجاب للكنافة. تمام كده. تعالى انت بس كده شوية. عندي بردك الماسك دوت حلو قوي. انا الاول كنت جايباه الحتت دي سيليكون، الراجل قال لي سيليكون، بس الصراحه هو الراجل ما كانش عنده ضمير شويه، قال لي سيليكون بس هي ما كانتش سيليكون. كنت اول ما احطها في الزيت. طب خد اهو، خد اهو، طب اوعى تقلي في السكر. اتفضل اتفضل يا رب نخلص. كان دول سيليكون، اول ما بحطها كده في الزيت ساحوا مني على طول من اول مره، فالله يسامحه. واصلا شكلهم ما كانش سيليكون، كانوا بلاستيك فساحوا. فانا انصح باي حد اصلا يعني السيليكون بردك هتبقى طريه شويه، مش هيعرف يطلع كويس ويمسك كويس، فهو اللي يجيب الشكل ده. معلش يعني هو شكله مش زي طالعين من دول، شكلهم حلو بس ده عملي عنهم بكتير قوي. نيجي بقى لصفايه البطاطس ديك، في منها رخيص. كل ما اجيبها مع التطبيق كده يعني، ما اجي اعمل كده على حته الصينيه كده يا مصطفى، لما كنت اجي اعمل كده انا على حته الصينيه كده وانا بطلع كان الشبك ده بيتكسر. فانا جبت ديت زي ما انتم شايفينها كده، جبتها حاجه متينه ومن الغاليه، بقى لها فتره عندي والحمد لله وكويس. نرجع بقى لاخر حاجه معانا كده اللي احنا بنطلع عليه الحاجه السخنه، هي حاجه كده شبه الخوص او شبه ايه تاني، استنى، وشبه كده عامله زي شبه الحصيره كده اللي بيصفوا عليها الجبنه. تمام كده، هي حاجه كده شبه الحصيره بنصف عليها الجبنه او الخوص. دي بطلع عليها الحاجه السخنه. لو اقول لكم كان عندي منها كذا واحده وقعدت اشحت اشحت واقول انا ما بيلزمنيش مش عارفه ايه، لا بس لما استعملتهم لقيتهم مستعمل حلو، كنت افضل اقول ايه يعني، ما هو الرخامه مش يعني مش هتطق ولا هيحصل اي حاجه. بس اللي عرفته بعد كده مع التكرار، لما بطلع رخامه حاجات سخنه كتير ممكن فعلا الرخامه تشرخ او تتكسر، فمن ساعتها لا، وانا بقيت اطلع الحاجات دي وان شاء الله هشتري منهم يا اما السيليكون، يا اما لو لقيت زي دي او السيليكون هجيبهم. وكده بقى اكون خلصت الفيديو بتاع النهارده، ويا رب يكون فدتكم باي حاجه يا رب. ما تنسوش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. واسيبكم في رعايه الله وامنه، مع السلامه.